السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة ماما والسكولة. إن شاء الله نذاكر مع بعض النهاردة في الماس لـ grade 2 أو تانية ابتدائي. قبل ما نبتدي مع بعض، يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا يا جماعة ما تنسونيش في اللايك لو والشير، وكمان لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. النهاردة هنذاكر مع بعض حاجة كده في الأديشن، هي حاجة بصراحة جديدة جدا، أول مرة هي لسه نازلة في المنهج الجديد، وهنشوف مع بعض هنحلها مع بعض ازاي. هو بكل بساطة احنا مثلا لما كان بيقول لي 7 بلس 8 ايكوالز ايه، كنت بعمل ايه؟ كنت بقول للطفل او الطالب، كنت بقول له هنحط الايت الكبير في مخنا، هنشوف مين الكبير في دول 7 ولا الايت، وهنحطه في مخنا. بعد ما نحطه في مخنا هنطلع الصغير على ايدينا وهعمل ايه؟ وهبدا اعد. يبقى انا عندي الكبير 8 هحطها في مخي وهطلع 7 على ايدي وهبدا اعد. بعد ال 8 9 10 11 12 13 14 15 يبقى equals 15. طيب في المنهج الجديد بقى مديني كده، لا ده هو مش عايز كده، هو عايز الطفل يعمل حاجة جديدة مختلفة تماما. هنعمل ايه مثلا لما اقول لي 8 plus 3 equals ايه؟ انا همسك ال 8 قبل الاول ما نبتدي في شرح دي، المفروض الطفل يبقى عارف مكونات العدد 10، مكونات number 10. يعني ايه؟ انا بعمل ايه؟ بعمل مثلا بجيب ورقة ولتكن مثلا بالشكل ده، او الورقة دي هاتيها كده، بجيب ورقة زي دي، هاتي قلم السبورة، وبعمل ايه ديت؟ على فكرة احنا بنعرفها للطفل ان هو في كي جي 1. المفروض بقسم الورقة كده، وهنا 0 1 2 3 4 5، وهعمل كده وكده وكده. بعد الفايف 6 7 8 9 10. تعالوا بقى نشوف ايه مكونات نمبر 10. 0 و 10 0 بلس 10 ايكوالز 10، 1 بلس 9 ايكوالز 10، 2 بلس 8 ايكوالز 10، 3 بلس 7 ايكوالز 10، 4 بلس 6 ايكوالز 10، 5 بلس 5 ايكوالز 10. المفروض دي تعمليها وتلزقيها لابنك من هو في كي جي 1 قدامه كده على المكتب بتاعه او في الحيطه، يعني حيطه يكون هو دايما بيشوفها، سواء عند السرير او عند المكتب زي ما تحبي. وطول ما انت ماشيه تقعدي تقولي المكونات نمبر 10، او لو انتوا في العربي حساب يبقى هتقولوا مكونات العدد 10، 0 و10 10 1 و9 10، وهكذا. طيب تعالوا بقى نشقلبها، وديت برضو حاجه من ضمن المنهج الجديد في اللي هو في تانية ابتدائي، ان احنا المفروض نعرف الطفل ان انا مثلا لما اجي اقول له كده 3 بلس 4 ايكوالز ايه؟ ها ايكوالز 7. طب 4 بلس 3 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 7. ديت حاجه جديده، يعني حاجه بيقول لك عليها المفروض ان احنا طالما العلامه دي بلس، انا ممكن اشقلب التو نمبرز اللي بين اللي حوالين البلس. يعني ايه؟ يعني النمبر ده والنمبر ده ممكن اقلبهم مكان بعض عادي. طب لو في الماينس يا مس، لو 8 ماينس 3 ايكوالز 5، طب ينفع اقول 3 ماينس 8؟ لا غلط. في الماينس لما تبقى العلامه ماينس ما ينفعش ابدل التو نمبرز اللي حواليها. طب في البلس لا ينفع ان انا ابدل عادي. طيب يبقى هنا 10 بلس 0 بلس 0 ايكوالز 10، 9 بلس 1 ايكوالز 10، وهكذا 8 بلس 2 ايكوالز 10، وهكذا هنكمل لحد ما نوصل لحد الفايل. طيب دي اول حاجه، الطفل لازم يبقى عارف مكونات نمبر 10، ايه هي النمبرز اللي بجمعها مع بعض يدوني 10. اوكي طيب تعالى هنا
احنا قلنا 8 plus 3 equals 0. اول خطوة هعملها عندي ال 8 plus A من هنا equals 10. انا عندي ال 8 اهي plus A plus 2، يبقى هنا هعمل A eight plus two equals ten. تمام كده؟ تمام يا مس. طيب انا خدت من الثري دي كام؟ خدت منها two. هاخد النمبر ده، النمبر اللي هو ده، وهعمل ايه؟ هعمله هنا كده. انا كده خدت كام؟ خدت two اهي، دي احطها هنا. يبقى النمبر اللي انا كتبته هنا هكتبه هنا. طب 3 ديت عبارة عن 2A، ها 3 عبارة عن 2A، هنعد من ال 2 عشان اوصل لل 3. بعد ال 2 3 يبقى 1، خدت 1. يبقى انا هاخد ال 10 دي مع ال 1 دي عشان يديني اهو 10. ديت ستيب نمبر، لا ديت ستيب نمبر 3 عشان ديت ستيب نمبر 2. 10 بلس 1 equals a 11. طب ناخد كمان مسألة 9 plus 3 equals a. احنا هنا صح، نسيت اقول لكم حاجة عشان اتأكد ان انا اجابتي صح. هعد من بعد ال 8 لحد ما اوصل لل 3. احط الكبير في مخي، احط الكبير في مخي ال 8 واطلع 3 على ايدي واعد. بعد ال 8 9 10 11. طلعت 11 يا مس، طلعت 11، يبقى انا اجابتي صح. طب كمان مسألة 9 plus 3 equals a. اول حاجة عندي ال 9، هاخد النمبر الاولاني ده، همسك النمبر الاولاني ده، همسك النمبر الاولاني ده اللي هو 9 plus a equals 10. ها في الجدول المفروض بقى ان احنا حافظينها، يعني المفروض الطفل يبقى حافظها ومبصش هنا. 9 plus a 9 plus 1، يبقى 9 plus 1 equals 10. دي اول ستيب، اول خطوة انا عملتها. طب تاني خطوة هاخد ال 1 ده وهحطه هنا، مش انا اهو خدته هنا، يبقى انا خدت النمبر ده حطيته هنا. طب ال 3 دي 1 و A، ها هعد بعد ال 1 عشان اوصل لل 3. بعد ال 1 2 3، عديت كم صباع عندي؟ 2 fingers، يبقى 2. يبقى انا هاخد النمبر ده 10 ونمبر 2 ده واعمل لهم اديشن. 10 plus 2 equals a، ها equals 12 ms. طب تعالوا كده نعدهم مع بعض، تعالوا نعد كده بعد الكبير. هحط الكبير في مخي اللي هو 9 واحط السريع على ايدي. بعد ال 9 الكبير اللي هو 9 10 11 12، طلعت 12، طلعت 12 يا مس، يبقى انا كده اجابتي صح. طبعا هما مدين الطريقه الجديده ديت، انا ما اعرفش سببها ايه بصراحه، بس هما بيقول لك بيساعد الطفل ان هو يعني لما يكون في ارقام كبيره بتساعده في حل المسائل بعد كده. طيب تعالوا نشوف هنا في الكتاب مديهان ازاي. هو مديني تو ويز عشان اعرف احل المسائل دي. The first way هعمل ايه؟ show 8 then show 5. هعمل ايه؟ هعمل اللي هو المفروض، يعني اللي هو ده، اللي هو ده، ده المفروض ان هو الشكل ده. هعمل ايه؟ اهو تعالوا نشوف كده، هو عامل كم واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عامل 10 اهو، خلاص. هعمل ايه؟ وهعمل هنا 5، هو مديني 8 و 5، فهنا هعمل 8، هلون اي دوتس، هحط دوتس هنا نقط كده، وهعد 8. تمام. وبعد كده هاخد، هشوف هاخد من هنا كم واحدة، كم واحدة من دول عشان اعمل ايه؟ اعمل التين. هاخد ايه؟ هاخد كورتين. هيتفضل كم كورة؟ هيتفضل 3. يبقى هاخد التين اللي هم هنا اللي انا خدتهم بلس الثري دولت عشان يدوني ايه؟ ها تعالوا كده نشوف. تين 10 plus 3 equals a 10. بعد ال 10 11 12 13، يبقى 13. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ اهو 10
10 plus 3 equals 13. طيب دي اول way, the first way, الطريقة الاولى. يبقى انا بعمل ايه؟ برسم اللي هي الرسمة دي, برسم الرسمة دي. بعمل ايه؟ 1 2 3 4 5. هنا هو كاتب لي ايه؟ مثلا هناخد احنا اي مسألة تانية. خلاص هنشطب على ديت ونكتب 9 بلس 4 ايكوالز ايه؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 5. برسم 5, برسم 5 مربعات كده, بعمل الشكل ده وبرسم 5 مكعبات, 5 مربعات اسف. هنا ده 9, فين ال 9؟ تعالوا نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده هنا عديت 9 وده 4. 1 1 2 3 4. طب هنا انا عايز كم واحدة علشان اقفل ده خالص؟ هعوز واحدة بس, يبقى هطلع دي هنا فوق هنا كده, يبقى انا دول بقوا 10 تمام. ودول بقى 3 اهو, دول بقوا 10. اهو دي بقت كاملة 10, واللي تحتها بقت 3 اهو. يبقى 10 بلس 3 ايكوالز ايه؟ ها ايكوالز 13 تمام كده. طيب دي اهو, دي الطريقة الاولانية, ودي الطريقة التانية انا شرحتها لكم. تعالوا هو بيقول لي هنا second way 8 بلس 5 هعمل ايه؟ هاخد اول حاجة اول نمبر ده, اول نمبر دوت نمبر ايه؟ نمبر 8 8 بلس 8 equals 10 بلس 2. طيب يبقى هاخدها ال 2 دي هطلعها فوق تاني عند ال 5 وهقول 2 بلس 8 equals 5, بعد ال 2 هعد لحد 5, بعد ال 2 3 4 5 3, يبقى هنا 3. يبقى انا هاخد ده مع ال 10 وهجمعهم مع بعض يدوني كام؟ يدوني 13. هي طبعا مسائل على حل ال ده. تعالوا نحلهم كده مع بعض. اول واحده بيقول لي, هو بيقول لي make a 10 to add, make a 10 to add يعني ايه؟ حط 10 عشان تعمل addition, يعني من الاخر استخدم الطريقه بتاعه ال 10 دي. 9 بلس 7 هعمل ايه؟ اهو هو جايب لي اول واحده, هما جايبها لي مرسومه جاهزه. اول واحده فيها 9 هعمل ايه؟ هاخد واحده من هنا. انا محتاج كام كره من دول علشان اكمل ال 10؟ محتاج كره واحده, يبقى هاخدها فوق هنا اهي. يبقى هعمل ايه؟ خدتها فوق هيتفضل, يبقى هشيل دي, هو شايلها لي هنا اهو بالفعل اهو. هيبقى دول بقوا 10 ودول بقوا 6, يبقى هعمل ايه؟ 16. 10 بلس 6 ايكوالز 16. طيب هنا 7 بلس 4 انا عندي دول 7 اهو ودول 4, هعمل ايه؟ هاخد من هنا هطلع هنا فوق, هطلع هنا فوق 3 من الكورز دي, هاخد فوق 3 وهعمل ايه؟ هعمل هاخد اهي, ترسمها هنا ورسمها لي اهو, اتفضل هنا واحدة بس. يبقى 10 بلس 1 equals ايه؟ equals 11. طيب هنا 6 بلس 6 equals ايه؟ انا عندي هنا برسم اللي هو رسم لي الرسمة ديت, هو هنا محتاج كم واحدة عشان يكملوا 10؟ 6 بلس ايه؟ بلس 4, يبقى 1 2 3 4, هطلع هنا 4, يبقى 6 بلس 6 equals 12. ازاي؟ اهو هيتفضل 2, يبقى هنا 10 وهنا 2. طيب ديت اهي, دي مسائل على ال attend to add, make attend to add. وهنا بقى subtraction او subtract, هتحلها ازاي بقى في subtract؟ انا هعمل ايه؟ اول حاجة هنا هو بيقول لي 14 minus 6 equals 8. اول حاجة هعملها هعمل 14
بصي معايا اهي، هو جايب لي 14 ماينس 6 ايكوالز ايه. هاخد النمبر الاولاني اللي هو 14 ده، هكتب هنا 14 ماينس ايه ايكوالز 10. هعد من بعد ال 10 اللي هو الصغير، طالما ده هو السبتراكشن، هعد من بعد ال 10 لحد ما اوصل ل 14. بعد ال 10 11 12 13 14، عديت كام فينجر؟ عديت 4 فينجرز. هاخد النمبر الفور ده واطلعه فوق هنا، هشوفه هيبقى كام. 4 و 2 equals ايه؟ equals 6 صح؟ طيب هعمل ايه بقى؟ هاخد التن دي، بدل ما كنت باخد التن مع التو، لا ده انا عاملهم ماينس. هعمل ايه ماينس؟ هطرحهم. يبقى التن ماينس تو، ادي تن ماينس تو equals ايه؟ equals 8. طيب هما مديني مسائل تاني. 13 minus 5، ادي 13 minus 5. The first step، انا هاخد النمبر الاولاني ده اول خطوة، هاخد النمبر الاولاني ده اهو، هقول 13 minus a equals 10 زي ما احنا اتفقنا. عشان الاقي الميسنج نمبر بعمل ايه؟ لو العلامة ديت minus وفي هنا مسافة كبيرة بين الرقمين، انا منزلها لكم قبل كده فيديو للفايند ذا ميسنج نمبر، هتلاقوه على القناة. هنعمل ايه؟ هنعمل التن دي همشي كده من اول التن عشان اوصل للثيرتين. بعد التن 11 12 13، عديت كام ستيب؟ 3 ستيبس، يبقى اهو 3. هاخد الثري ده واطلعه هنا، ثري وكام يديني 5؟ ثري و2 اهو، يبقى 3 و2 يديني كام؟ يديني 5. هاخد ال2 دي وهشيلها من ال10 دي، يبقى 10 minus 2 equals 8 equals 8. تمام كده. دي ال هو هنا make a 10 to subtract او make a 10 to add، سواء دي او دي، هي سهله يعني، هي صعبه شويه، بس لو اتعودتوا عليها يعني وعودت الاطفال عليها ان شاء الله يعرفوا يحلوها، وهتبقى سهله جدا بالنسبه لهم. انا كده خلصت لكم الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان الشرح يكون مبسط شويه، هو جامد شويه على البلاد، بس صدقوني لو حليتوا تمارين عليه كتير هيبقى سهل جدا. وان شاء الله اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.